ألم تنتهي بعد يا جنجي؟ ها جنجي؟ احمل السلة إلى الحظيرة عندما تمتلئ، أفهم؟ هل يمكنك مساعدتي؟ افعل ذلك بنفسك، يجب أن أدرس. الجو حار جدا، امسح عرقك. شكرا لك يا كينجي لاهتمامك بي. انظر يا أبي إلى هذه الطماطة. لقد فعلت خيرا يا كينجي، فهل قطفتها أنت؟ ولكني أنا بالطبع يا أبي، أنا الذي قطفتها. كلا، فهذه الطماطة. لقد طلبت من جنجي المساعدة فرفض. جنجي، لماذا أنت أناني؟ كلا يا أبي، فأنا لا تختلق الأعذار، يجب أن تطيع أخاك. جنجي، صديقي المفضل. أهي صديقك؟ نعم، واسمه الطير. وليس لديه أجنحة تنبح. أبي، أتسمح لي بالذهاب إلى الغابة المجاورة؟ الغابة المجاورة؟ أجل، فصديقي جنجي من مزرعة دريد. إن مزرعة دريد هذه مزرعة كبيرة، ألم تدخل من قبل إلى هذه المزرعة يا سنان؟ يزرع جنجي يا أبي مع أبيه مختلف الأنواع من الخضروات في هذه المزرعة. هكذا إذن، تستطيع الذهاب يا سنان. أوه عبي، شكرا. الوداع يا أبي. ستكون زيارة ممتعة. وداع. عن الطريق إلى مزرعة دريد؟ اذهب من هنا. شكرا لك. واو عظيم، مرحبا، لقد جئت لزيارة جنجي. جنجي؟ إني صديقه سنان. إنه ليس من الذين يعملون عندنا. ماذا؟ ربما جاء لغرض الاستراحة هنا، أو جاء ليسرق حبوب المزرعة. ماذا؟ أوه.
سمعت حديثكما. إني كسول وفتى عابث. جينجي، كل شخص يقول عني هكذا وسأكون كذلك. جينجي، أنت جبان؟ جبان؟ إن العمل يخلصك من الكسل، فقد خيبت ظني فيك. سأذهب. سنان، انتظر قليلا يا سنان، انتظر، سأدعوك إلى مزرعتي السرية. مزرعتك السرية؟ هيا بنا، تعال. هيا تعال يا سنان. هيا. هذه هي. هل هذه هي مزرعتك السرية؟ أجل، انظر يا سنان، هذه هي البازلاء. البازلاء؟ سأقول لك شيئا لم أقله أبدا لأبي وأخي، هو أنني أحاول أن أزرع نوعا جديدا من البازلاء، وهو أجود من النوع لاعتيادي. جينجي، إني آسف لأنني ظننتك كسولا، ولكن أبي يعتقد ذلك. لماذا؟ لا أعرف لماذا، ربما لأن أبي لا يحبني. كلا، مستحيل ألا يحبك. لكنه لا يثق بي ويثق بأخي كينجي، إن كينجي ذكي ويستطيع أن يقرأ الكتب. إضافة لذلك فإنه لا يحبني يا سنان لأني ابن زوجته الثانية. زوجته الثانية؟ كما أن أمي قد ماتت. ولكني سأفعل ما بوسعي لأكسب ثقة أبي. لقد جاءتني فكرة، فهل تقدم لي خدمة؟ ما هي؟ هل تعلمني أنا وأصدقائي كيفية زراعة الخضروات؟ بالطبع يا سنان. من البازلاء ونره لوالد جنجي. هيا نفعل ذلك ونأكل بعد ذلك. سيندهش والد جنجي من عملنا. لا تكن متفائلا يا جنجي، فلا فائدة من محاولتك هذه. الجو حار جدا. إن الماء سيتبخر من الحرارة. الخضروات تذبل في الجو الجاف يا جنجي؟ أجل، فقد حصل مثل هذا عندما كنت صغيرا. دعونا نبتهل إلى الله. ونحن ماذا سنفعل؟ جنجي، أليس هناك نهر قريب؟ أجل، ولكن لماذا؟ نحفر ممرا للماء. ممرا للماء؟ النهر يأتي من أعماق الجبل، ولا بد أن يكون فيه ماء. هيا لنجلب الماء من النهر.
هذا مستحيل يا سنان، فالنهر ليس قريبا جدا، كما إن هناك هضبة تفصلنا عنه. يجب ألا نستسلم، هيا نحاول. أجل، هيا نحاول. أجل، هيا. حسن، هيا لنحفر ممرا مائيا، فهل ستساعدونني جميعكم؟ طبعا يا جنجي. جنجي، ما الذي تفعله؟ إننا نحفر قناتنا يا أبي. قناة؟ لنجلب الماء من النهر. سيكون هذا عملا شاقا جدا، وإني سعيد بعملك يا جنجي. اللعنة عليكم، فسترون ما سأفعل. إذن أيها الولد الغبي، ماذا تعني يا أبي؟ لا تتظاهر بأنك لا تعرف شيئا، فأنت الذي دمرت الحقل، أليس كذلك؟ إني سأقول لك. ماذا؟ رأيته يذهب إلى المزرعة غرفة في الليلة الماضية يا أبي. جنجي، ماذا تعني بالحقل يا أبي؟ سأريك ما أعني. انظر إلى هذا، وقد جلبت هذا من هناك. الطائر! لماذا فعلت هذا؟ إني يا أبي، لقد كنت أظنك جادا بعملك، ولكنك خيبت ظني. أبي، أغرب عن وجهي، هيا اخرج من البيت. أبي، أنا لم أفعل هذا أبدا، فلست أنا الفاعل، صدقني يا أبي. جاء جنجي. هاي جنجي، إلى الجحيم يا أبي، إلى الجحيم. يا له من ولد سيء. بابا، الأفضل ألا تدعه يعود ثانية. أجل، ربما سيكون درسا قاسيا له. أيها السيء، ما الذي جرى للحقل؟ انظر، سترى بنفسك. من هو المجرم الذي فعل هذا بالحقل؟ إنه هو وحده الذي يفعل شيئا كهذا، هل فهمت؟ أتعني أنه جنجي؟ أجل، فأنا أعرف أنه هو الذي فعلها. مستحيل، فإنه قد عمل بجدية وقوة من أجل إنقاذ الحقل من الجفاف. أرجوك أن تعطيه فرصة ليدافع فيها عن نفسه، أرجوك يا سيدي. هل أنتم مكلاؤه؟ اخرس انت. إني أعرف جنجي بشكل جيد، فقد كان دائما كسولا وعابثا. كلا، فإني متأكد بأنه ليس كسولا. أتمنى أن يكون هذا هو الصحيح. تعال، تعال يا سيدي. ماذا تفعل؟ تعال اتبعني. ما هذا الحقل؟ إنها مزرعة جنجي السرية. مزرعة سرية؟ لقد زرع هذا كله. انظر، لقد ذبلت نوعا ما، ولكن جنجي عمل بجدية من أجل زراعة هذا النوع النادر من البازلاء. صحيح، إنه ليس كسولا، وإنما هو وحيد.
بابا لا تفكر بجنجي الآن. البازلاء التي زرعها. بابا لم أعلم أنه قد قام بكل هذا. إنهم يكذبون عليك يا أبي. كينجي، ربما كنت على خطأ عندما صدقت كل ما تقول ولم أصغ إلى جنجي، كما إني لم أحاول أن أفهمه. إني خجل جدا من نفسي، وسأذهب وأتحدث إليه. هذا عظيم. هاي جنجي، جنجي. سنار أبي. جنجي، إني لا أريد أن أراك. هناك شيء أريد أن أقوله لك. نحن بحاجة إلى ممر مائي للمزرعة، لقد كنت أفكر فيه منذ زمن بعيد، والممر المائي الذي حفرته أنت كان رائعا جدا. جنجي، هل ستستمر في عملك بالممر المائي؟ ماذا؟ كلا لن أفعل. يا للخيبة. أنت تعني أنك لن تحفر الممر المائي؟ إذن ستترك الخضروات يصيبها الجفاف والذبول. جنجي، إنك قلت بأنك ستجعل مزرعة أبيك من أحسن مزارع العالم. أو جنجي، هيا لنكمل العمل الذي بدأناه سوية. هيا سلال. لقد عمل جنجي بجدية من أجل حفر الممر المائي. جنجي، أنت أخوه. بالرغم من أن كل منكما من أم مختلفة، فأنت وجنجي أخوان. إنكما الاثنين عزيزان علي. شكرا لك يا سنان، لقد أدركت ذلك مؤخرا. بابا، هيا يا كينجي اذهب وساعد. لديك معرفة واسعة. جنجي، إني بحاجة إلى نصائحك، فهل ستساعدني؟ جنجي، سنان. نعم. جنجي سيساعدنا في حفر الممر المائي. إن هذا رائع، وبالطبع سيكون مساعدا رائعا. ولكن ماذا يا بنان؟ سيساعدنا يا بنان. إني موافق. يا لك من مخادع. هيا لنفتح باب الخزان، هل أنتم جاهزون؟ نعم. جنجي وجنجي سيعملون مزرعة رائعة لو تكاتفوا وتعاونوا.